متابعي المصير في كل مكان، اهلا بحضراتكم في جولة اخبارية جديدة من جولات المصير. نحن الان امام الحادث اللي وقع هنا في محافظة الشرقية في مدينة الزقازيق امام منطقة الكوبري الجديد بمركز الزقازيق. طبعا القصة، تصادم قطار 281 المتجه من الزقازيق الى الاسماعيلية بالقطار رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق. طبعا الاحصائيات المبدئيه والاوليه بتشير ب طبعا وصول 30 جثه او 30 مصاب، ويعني الى اربع مستشفيات هنا في محافظه الشرقيه وفي مدينه الزقازيق بالتحديد. وكمان يعني اشارت بعض البيانات وان هناك حالتان وفيات، والباقي يعني بحسب ما تحدث يعني مدير مستشفى جامعة الزقازيق بأن 70% من الإصابات التي وصلت المستشفى هي عبارة عن قصور وجروح، و 30% تحتاج إلى تدخلات جراحية. طبعا معنا شهود عيان هنا حالا هيحاولوا يحكونا الحادث أكتر ويقربونا أكتر من القصة، وإحنا دلوقتي موجودين أمام العربات التي القطر ده كان واقف. احكي لي يا باشا، حضرتك شاهد عيان، تعالى كده واحكي لي. القطر ده كان واقف يا باشا، المحول فاتح لدوت ودخلوا في بعض، تمام، وأكتر من 30 جثة ميتين غير المصابين غير العيال الصغيرة احنا مطلعينهم. الدنيا بايظة هنا يا باشا. حضرتك كنت شاهد في الحادث من الأول؟ من أول يا باشا، عشان أنا محلنا هنا هو جنب النفق، تمام، يعني جنب السكة حديد. قرب شوية عشان نجيب الخلفية بس للقطارات. 30 جثة يا باشا حضرتك هنا، تمام، ناس ميتة وناس متبهدلة. الدنيا بايظة معانا في السكة الحديد هنا. طيب الحادث وقع الساعة كام بالظبط؟ بعد العصر على طول، الساعة 5:30 كده. 5:30 بالظبط. سمعت ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي تم يعني؟ احنا سمعنا بو كده، طلعنا مرة واحدة لقينا اللي حصل قدامك دوت، قدامك القطر ده حضرتك كان واقف. ده اللي غلطان، بتاع المحول. بتاع المحول فتح لدوت ودخلوا في بعض. بتاع المحول مات، جاله الصدمة. بتاع المحول مات، جاله صدمة. جاله صدمة. تمام. طبعا ده كلام على مسؤولية حضرتك، انت شاهد عيان وشايف. انا اللي شايل الراجل بتاع المحول. طيب انا اللي شايل الراجل بتاع المحول يا باشا. تمام. هو اول ما شاف الصدمة مات. عشان عارف اللي هو هيتسأل ومش هيتسأل. يعني هو فاهم كل حاجة. احنا عمرنا هنا كله يا باشا، طول عمرنا هنا في المكان ده. في المنطقة. تمام. طيب قول لي بقى حضرتك، يعني وصف لي وضع الحادث، وضع الجثث، وضع الناس اللي شلتوها، وضع الناس اللي انقذوها. زراعتها بعيدة عن جسمها، في ناس رقبتها راحة، في حريم ميتة خالص متفتكة. والله. بنلمهم حتت من القطر. يا يعني الله. حضرتك بص، لو بصيت على القطر انت بعينك هتشوف. ما هو باين اهو، هنعمل نحاول نجيب يعني زوم، لان الوضع بتاعت القطر كلها داخله في الكابينه. الوضع مأساوي جدا جدا. في الكابينه والجثث اللي كانت في ظهر الكابينه كلها ميتة. حضرتك بتقول ان في جثث انقذته جثث، صح كده؟ خش في الصوره بس، خش في الكابينه. في جثث يا باشا حضرتك، احنا شايلينها بايديكم. يعني كم جثه مثلا كانوا متوفين؟ 30 جثه يا باشا، بقول لك كلهم متوفين. في لحم لسه بين القطارات. بين القطارات يا باشا، بين العربيه دي. يا خبر ابيض.